التست للفيريبل كوانتيتيف فيريبل. في فاليو هنا اكسبت اور ريجكت انا الهايبوثيسيس. اكسبت اكسبت لانه اكبر من الفا صح؟ لانه الفا هي بوينت 0.05 والبي فاليو 0.2 اكبر من 0.05 اذا اكسبت النال هايبوثيسيس. معناها نحن في الاكسبتنس ريجون. بعدين لما نعمل اكسبت للنال هايبوثيسيس معناها I'm going to select this hypothesis. It means الفاريبل ماله؟ Normal distributed. Excellent. بالضبط كده. Normal distributed. تمام؟ ده كده معناها انت كده معناها الفاريبل حق ده انا ممكن اطبق عليه كل البارامتريك شنو؟ statistics. بارامتريك statistics. كل البارامتريك statistics ممكن اطبقها على الفاريبل. تمام؟ فهمت الفكرة؟ إذا جاتني القيمة دي مثلا إذا الـ p-value جاتني 0.013 هنا accept or reject the null hypothesis؟ Reject. إذا reject the null hypothesis it means that this variable is not accept. معناها في الحالة دي المفروض أنا أستخدم شنو؟ النون بارامتريك ستاتيك. النون بارامتريك. أيوه من الخطأ بالمكان في الحالة دي استخدم شنو؟ استخدم البارامتريك. عشان كده أسي أغلب الحاجات أنا لاحظتها في البحوث أو السيسيز أو الدراسات اللي بتعمل في السودان حتى الماجستير والدكتوراه والرسائل كده بشوفها بتطلع عليها ملزوم ما بيعملوا النورماليتي تيست أبدا ولا بيجوا جنبه. طوال بيمشوا بيشتغلوا بالبارامتريك الستاتستكس. كيف؟ ودي المشكله يعني ده وده الحاجه المفروض الصح. طبعا احنا هناخد النون بارامتريك ستاتستكس هقوم اديكم لها ان شاء الله في الانترميديت كورس اديكم بريك كده طبعا فتره معينه كده ده شويه كده تفكوا مني شويه كده ترتاحوا بعدين نرجع للنون بارامتريك نرجع للانترميديت كورس ان شاء الله. بس ما تطول علينا يا دكتور. تحملي لي التلاتة. بالعكس انا تقدر ما ننسى بقدر اقول لكم ما اقدر اعمل لكم مجاوش لكن ذكرت انه اصلا وشي ما ظاهر. والله يا اخي كان تعمل الاسبوع الجاي تكون ما قصرت. السلام عليكم دكتور اياس ان شاء الله بخير انور معك. اهلا باشمهندس الدكتور. الله يكرمك يديك العافيه. انا بس داير البث الليله ما شغال عبر الفيسبوك فداير امتثال موجوده هنا هل هي منتبهه؟ انا السلام عليكم دكتور انور. السلام ورحمه الله وبركاته كيفك؟ الله يخليك. عملت لايف بس طبعا اول مره اعمل لايف ف ما لا بدا لايف الله بس التايت ما ظبط. اللايف شغال يا دكتور انا شكله اوكي طب لانه بعين في الفيسبوك ما شفتك فقلت فقلقتها لا تمام ما في مشكله خلاص شكرا يا ريس شكرا يا ريس يديكم العافيه ان شاء الله بعدين عليك الله بعد الدورة تنتهي في هنا تاني في لايف مهم على التعليم الإلكتروني فالناس ممكن تحضره بعد ذلك بنعمل اجتماع دكتور إياس أنا وإنت وطارق وابتسام على أساس إنه الخطوة بعد الدورة المتقدمة كده إن شاء الله خلاص زين يديكم العافية شكرا جزيلا إن شاء الله موفقين السلام عليكم شكرا دكتور شكرا يا إنسان طيب فقلنا بالنسبة لل ده بالنسبه شكله كده كويس طيب الحاجه اللي ممكن ننتبه لها هنا نوريكم نظره سريعه في سؤال اي يا دكتور معلش ايوه 200 انا بستعمل الاختبار ده اصلا أيوة. نورماليتي ده اول حاجه المفروض تعملها للبيانات حقتك اسي انت مثلا الطبيب لما نجيه مثلا مريض خش العمليه داري يعمل لي عمليه اول حاجه بيعملها شنو؟ تشخيص طبعا يعمل تشخيص ايوه كلينيكال دايجنوستيك لشنو الحاجات الاساسيه اللي هي يشوف السكر والضغط وفصيله الدم ويشوف مثلا مستوى الدم ذات الهيموجلوبين يعني الحاجات الاساسيه ليه؟ عشان يعني لو
اي مشكله بعد كده يقدر يتعامل معها. كذلك البيانات عندك انت الدايجنوستيك تيست لازم تعمله في الاول اللي هو منها النورماليتي تيست ده يعني. كويس لازم تتاكد البيانات دي ماشيه في هذا الاتجاه. اذا هسه نحن بياناتنا دي طبعا نفس الفاريبل حقنا ده طلع شنو نورمال ديستريبيوتد، معناها المفروض انا لو عايز اتعامل معاه وبعدين اعمل كومبير مينز مثلا هقوم اشتغل في الاريا دي. لو ظاهر قدامكم في شاشه ظاهر الشيرنج ظاهر يعني شفته بيشتغل في الاريا دي، شايف دي دي كلها تبع شنو؟ دي تبع النورمال ديستريبيوشن ستاتستكس. ليه؟ لانه احنا اثبتنا انه التي هو عباره عن انديكيتر للنورمال داتا صح؟ تمام. لكن لو بقت الداتا او الفيريبل حق ده ما نورمال ديستريبيوتد بيجي هنا، شايف في اوبشن هنا في الاس بي سي اسمه شنو؟ نام بارامتر. ايوه نام بارامتر ستاتستكس. بمعنى يعني شوف عندك هنا مثلا تو independent sample، شايف ده الاختبار ده اللي بيقابل شنو؟ مقابل تماما لل independent sample تي تيست هنا، بس ده هنا في البارامتر وده هنا للنون بارامتريك. شفت كيف؟ تمام. يعني مثلا عندك k independent sample، k independent sample ده اللي هو بمقابل طوالي للانوفا هنا one way anova هنا، شايف one way anova هنا ده الـ K independent مقابل له. يعني مثلا عندك هنا عندك two related sample ده اللي هو هنا في النورمال ديستريبيوشن بتاعتها هو البير سامبل تي تيست اللي هو البير سامبل. يعني كل اختبار موجود في النون بارامتريك في مقابل له في البارامتريك وهكذا. تمام. يبقى المفروض اول حاجه بتعملها انت في البيانات حقتك تتاكد من طبيعه البيانات، تقوم تعمل النورماليتي تيست الفاريبلز حقتك. طبعا دي مشكله حتى الحاجه دي ما شغالين بها يعني. يعني كنت هو اللي يحدد اي اذا كانت بارامتريك ولا نون بارامتريك. اذا كانت لا 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 تفضل. ها؟ هو اللي يحدد الوسيله اللي انا حستعملها شنو؟ يا جماعه ام البيبي شنو بيحدد الوسيله؟ ام البيبي بس توقف لنا تعمل ميوت. اقول اذا هنا الاختبار بتاع النورماليتي ده هو يحدد الوسيله اللي انا حستخدمها مع الاختبار اللي بيستخدمه شنو؟ صحيح. بالضبط كده. ايوه. ها؟ بالضبط. ايوه صح. تمام. بارك الله فيك. الله يبارك. طيب كده واضح الاختبار صح كده؟ ممكن تعمله ممكن طبعا جرافيكالي. طبعا نجي بين الستاتستيكال هنشوف جرافيكالي. المفروض طبعا انا برضو جرافيكالي اشوف الداتا دي نورمال ديستريبيوتد ولا لا. بجي هنا في جرافس والليجاسي دايلوجز بختار هيستوجرام. في الهيستوغرام بختار الايج، هون الفيريبل بتاعنا كان الايج، بختار هنا ديسبلاي نورمال كير واضغط اوكي. كده بدعم القيمه بتاعت البي فاليو بتاعت النورماليتي تيست بدعمها جرافيكالي. شايف كده جرافيكالي انا دعمت النتيجه بتاعتي. كده واضح فعلا انه الديستريبيوشن بتاع الايج نورمالي ديستريبيوشن. Normally distributed. تمام. إذا statistically and graphically we test you know the age for the normal distribution test. طيب نكمل باقي التست. امبارح كنا عايزين نتكلم عن ال independent sample t-test وده بنستخدمه متين. ده بنستخدمه لما يكون عندنا مجموعتين عايزين نشوف الفرق بيناتها. يعني مثلا لو في ايشو مثلا في ايشو بتاع انه الاوزان بتاعت الميل دايما اعلى من الفيميل. في ايشو زي ده دايما بيتكلم عنه الناس، يقول لك يعني الرجال اكثر وزنا من النساء. طيب احنا عندنا هنا شايف تو جروبس. ده جروب اللي هو ده الجروب بتاع الفيميل بالاوزان حقتهم، وده الجروب بتاع الميل
بالاوزان حقتهم، وهل علميا نقدر نثبت فيه اختلاف بين الاوزان دي ولا لا. الطريقه المناسبه للنوع زي ده من الاختبار independent sample، independent sample t-test. ليه independent؟ لأن الميل dependently ما عندهم علاقة بشنو؟ بالفيميل. الميل ما عندهم علاقة بالفيميل، وبالتالي ده بسميه independent sample t-test. طيب بتعمل كيف؟ بتعمل كالآتي، بتعمل كالآتي. بيجي هنا في analyze كويس، هو في الانالايز بيجي كومبير مينز. طبعا بعد ما برضو تاكد من النورماليتي انه الويت هو نورمال ديستريبيوتد، وبيجي هنا بعمل اندبندنت سامبل تي تيست وبختار الويت، وعندي طبعا جروبنج فاريبل اللي هو الجندر. انا عايز اشوف الويت في بتوين الجندر، بتوين الجندر كويس. بيجي اختار هنا الجندر وبعمل define groups اللي هو define groups، بدي الكود، الكود اللي انا وضعته للميل باخد واحد، للفيميل باخد اثنين. جروب 1 الكود بتاعه كم كان؟ واحد. جروب 2 الكود بتاعه كم؟ اثنين. اضغط او continue. اوكي طيب بعد كده بيجي بتجيني النتائج دي، بيصلي فيها بيصلي فيها المين بتاع الميل 69 كيلو ونص، والمين بتاع الفيميل 68 كيلو ونص. بيجي بعمل الاختبار حقي كويس، بعمل اختبار هنا والاختبار بشوف طبعا هو مفروض طبعا انا اشوف حاجه قبل البي فاليو. بيجي اشوف البي فاليو هنا بتاعت التي اللي هي القيمة دي اللي هي 0.8868 كويس. النل هايبوثيس تحتي تذكروها أمس، النل هايبوثيس، النل هايبوثيس إنه الويت بتاع شنو؟ الميل يساوي الويت بتاع شنو؟ الفيميل. اي اول تراديشنال النال هايبوثيس، تراديشنال النال هايبوثيس اللي هي اكس بار 1 اكس بار ميل يساوي اكس بار فيميل. يا سلام عليك، اكس بار فيميل ده النال هايبوثيس. هنا اكسبت اور ريجكت، بدي اشوف طوالي بخط الهايبوثيسيس، بعمل بتخذ قرار، بعد اتخذ القرار بجي افسر النتائج عشان ما اتلخبط. هي ثلاثة خطوات، بخط الهايبوثيس، بنظر للقيمة بتاعت البي فاليو واتخذ القرار، ثم بعد كده الانتربريتيشن التفسير، ثلاثة حاجات. طيب الهايبوثيسيس خطيناها، جبنا البي فاليو هذه، بجي احدد بعد كده اكسبت اور ريجكت ذا بي فاليو. اكسبت سوري، ذا نال هايبوثيسيس اكوردنج البي فاليو ولا نوت؟ accept or reject؟ accept. لأنه p value هنا أكبر من 0.05. p value is greater than 0.05. طيب إذا p value is greater than 0.05 accept the null hypothesis. طيب هنا accept the null hypothesis قبل التفسير بعد كده. ما في فرق في الوزن. ما في فرق في الأوزان. إذا الثيوري اللي بتقول إنه في سيوري بتقول انه في ديفيشن في الاوزان، الكلام ده النظريه دي غير صحيحه وغير سليمه علميا، غير سليمه بالرغم من انه الاوزان تحت الرجال هنا تقريبا 69 كيلو ونص ودي 68 كيلو، ولكن statistically there is no significant difference. قال كده خلاص، يعني بعد قعدنا معاهم في البيت اليوم كله برضه ما قدرنا نوزن قدرهم. ده الموظفين طبعا، ما هو في النهايه الشركه دي شكلها حقت يعني الفيميل، فهم مسيطرين على اي حاجه حتى نوعيه الاكل بتاكل. لو سمحت يا دكتور، في دومينيتر ما بيفرق السامبل سايز بتاع التو جروبس او العدديه في التو جروبس ميل من فيميل؟ يعني مثلا هنا كانوا اربعه ميل وثمانيه فيميلز، ما بتفرق؟ والله يا اخي انا مدخلات دي يعني
فعلا بتعجبني جدا، لانه تفتح لي ابواب بتاعت مناقشه مهمه. كلامك كملت كلامك؟ اي بس يعني قصدي انا كريسيرشر اذا انا حاشتغل على تو جروبس، هل انا ملزمه انه انا اخذ ايكوال نمبر من التو جروبس ولا ما حتفرق معي بعد كده في الشغل بتاع الستاتستيك؟ يعني ممكن ما يكون في availability، ممكن هل انا ارضى انه مثلا تكون في مجموعه اقل من مجموعه ثانيه واواصل شغلي عادي من غير ما ياثر على النتائج بعدين ولا لا؟ ودخلتك ممتازه يا سماح. طيب طبعا هي اسمها independent sample. ليه الاندبندنت؟ يعني العينات دي مستقله حتى في السايز وحتى في شنو، في الفاريابيليتي. طبعا احنا نتذكر لما كنا بنتكلم اول المحاضرات او في المحاضرات الاولى كنا بنتكلم عن تو فاكتورز دائما بتاثر في الايرور او في الديفيشن. يعني ممكن الديفيشن ده يجيك بسبب حاجتين، تذكروا كنا بنتكلم عن هو المارجن اوف ايرور، الديفيشن ده ما المارجن اوف ايرور، ممكن يجيك نعم. بسبب الفاريابيليتي باي سامبل. ايوه بسبب الفاريابيليتي، وبنقيسه بالفاريانس. بالفاريانس كويس، بنقيسه بالفاريانس اللي هو التباين، او بسبب السامبل سايز. ايوه تصميم العين. ايوه او تصميم العينه، او من فيش تصميم العينه السامبل سايز اللي هو سالت عنه سماحه، او السامبل سايز. يعني عندنا حاجتين دائما هم بيتحكموا، يعني بياثروا في الفاريابيليتي. كويس. طبعا الاندبندنت سامبل هي اسمها اندبندنت ليه؟ طبعا هي تختلف من الريليتد سامبل بالمناسبه. يعني في حاجه اسمها ريليتد سامبل كويس، في ريليتد سامبل تي تيست كويس، او بير سامبل تي تيست، وفي اندبندنت سامبل تي تيست. طيب ليه هما ليه هي اندبندنت؟ لانه اصلا السايز ما مهم، ممكن السايز يكون مختلف كويس. هما في السايز، يعني السايز بتاع كل جروب يختلف من الثاني، هو اندبندنتلي هما مستقلين عن بعض تماما، كل مجموعه تعيش في ظروف مختلفه من المجموعه الثانيه. كويس، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه الاندبندنت سامبل ممكن ياثر في الفرق الفاريابيليتي. يعني ممكن لو افترضنا انه السايز ما بقى هو المقياس، لانه انا بدي ويت مثلا، يعني لاحظ معي هنا سمح، بدي ويت هنا، بدي ويت مثلا، شوف السايز هنا، مثلا السايز بتاع الميل 4، الستاندر ايرور بتاعهم كم؟ 6. طيب الفيميل 8، عددهم 8، لكن السايز بتاع سوري المارجن اوف ايرور كم؟ 3.6. 3.5. لاحظتوا شنو انتم؟ طيب هنا مفترض يكون، طيب لاحظنا ان كل ما السايز زاد هنا الستاندر ايرور. ايوه بالتالي انا كده عملت ويت للجانب بتاع السايز، كل ما كان العين حجمها صغير عشان ما اكون متحيز ليها انا برفع الايرور بتاعها اوتوماتيك، بترفع الايرور مظبوط. ايوه بالتالي الدقه بتاعتها اصلا بتضعف. كويس كده انا عملت وزنه بتاعت شنو؟ للسايز. بالتالي كل ما زاد السامبل سايز او النمبر اوف اوبزرفيشن بتاعتي في الجروب، كل ما الايرور بتاعي هيقل. الويت هنا ايوه او اعلى، ويت هنا اعلى لانه الايرور هنا اقل. طيب ده بالنسبه للسايز، بالتالي السايز كان مختلف او لا ما بالضروره. اذا اندبندنت سامبل اصلا بتتعاملوا معاها وين؟ لما يكون اصلا عندك تو جروبس السايز بتاعتهم مختلفه من بعض. خلاص طيب انتهينا من دي، بنيجي للجانب الثاني المتعلق بالفاريابيليتي. فاريابيليتي كويس، الفاريابيليتي هنا بيقوموا بيعملوا له اختبار هنا عشان برضو شنو يكون تكون النتائج دقيقه. بيقوموا بيعملوا اختبار هنا، شايفه مثلا عندك الجدول الطويل ده فيه الجزء ده جدول براو كده، جدول مستقل براو كده، جدول ده اسمه ليفنس تيست فور ايكواليتي اوف فيرينسز. يعني ده اختبار لمدى تجانس المجموعات، اختبار تجانس
المجموعات equal of variances معناها تجانس المجموعات variance الفيرينس اللي هو السيجما سكوير كويس السيجما الستاندرد ديفيجن حقنا بس بنربعه ربع ده الفيري كويس طيب الاختبار ده الاختبار اول طبعا انا المفروض اعمله قبل ما اجي هنا طيب الاختبار ده بيقول شنو هنا الاختبار ده بيقول النل هايبوثيسس بتاعته هذه equal variance assume دي null hypothesis h not كويس h not sigma square male equal sigma square female او variance male equal variance female دي النال هايبوثيس احنا تعودنا دائما النال هايبوثيس بتكون فيها الاداه بتاعت التست متساويه هي اسمها النال هايبوثيس وعندها منطق ثاني لانه هتضيفه لكم بس دائما يكون اداه التست او اداه الاختبار بتكون متساويه في النال هايبوثيس واسمها النال هايبوثيس لانه اصلا نتيجتها نهايه بتساوي صفر ليه بتساوي صفر؟ لانه انا لو حولت الفيرينس بتاع الفيميل في المعادله دي بالطرف الايسر هنا بتكون عندي الفيرينس بتاع الميل ماينس الفيرينس بتاع الفيميل الناتج بيساوي صفر ما في فروقات ايوه ما في فروقات بس بالضبط اللي هو نو ديفرنس طيب وهي في الاغلب في المراجع بتكتب ايكوال الايكوال ده هو اللي بتكتب نادرا ما يتكتب تتكتب النال هايبوثيسس بالصفر نادرا يعني بالذات في الاختبارات الفروق دي يعني طيب هنا بيجي equal variance assumed معناها النال هايبوثيسس بتاعتي انه التباين بين المجموعتين ماله متساوي طيب التباين لما نكون متساوي بين المجموعات نحن قلنا زمان التباين بيستينا الفاريابيليتي صح او التجانس او مستوى التجانس فاذا كان التباين متساوي هل المجموعات هنا متجانسه ولا غير متجانسه 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 والعكس صحيح صح؟ اللي هو الفرضيه البديله هذه الفرضيه البديله هذه الالترنت هايبوثيس اتش 1 هذه اتش 1 ايكوال فيرينس نوت اسيوم معناها هنا في شنو؟ اختلاف ايوه هنا في هوموجينيتي هنا في النال هايبوثيس في هوموجينيتي وفي الالترنت هايبوثيس في شنو؟ هيتروجينيتي ايوه هنا في هوموجينيتي في النال هايبوثيس وفي الالترنيف هايبوثيس في هيتروجينيتي طيب الان انا بجي بعد كده بجي عشان اعمل الاختبار ده اتاكد من التجانس ده كله ليه زي ما قالت سماح جبير ليه لانه اصلا دي اندبندنت سامبل فهي طالما هي اندبندنت ممكن يكون الاختلاف بعدين في الاوزان بسبب التباين فانا عايز احيد التباين ده احيده يعني ابعده بعيد كده ابعد الاثر حقه عشان اشوف الاثر بتاع العامل بتاع الجندر تمام عشان اشوف الاثر بتاع شنو الجندر لو تتذكروا زمان قلت لكم دائما الديفيشن بيجي ثرو المارجن اوف ايرور ثرو الفاكتورز الاثنين مع بعض بيتفاعلوا انا هنا عايز احيد شنو الاثر بتاع شنو الاثر بتاع شنو الفاريابيليتي او المارجن اوف ايرور عشان يظهر لي الاثر بتاع الفاكتور اللي هو الجندر اللي انا بفتش عليه طيب هنا لما نجي بجي عين شنو؟ بعين البي فاليو هنا بتاعت شنو؟ بتاعت الاف. الاف ده شنو؟ الاف ده الاستاتستيكا اللي انا بستخدمه زي التي هناك. ده الاف ديستريبيوشن بستخدمه عشان اتاكد من مدى التجانس. شفتوا اللغه بتاعت البي فاليو نفس اللغه حتى في الاف في اي حاجه. دي البي فاليو بتاعتنا هنا في اختبار التجانس 0.92. 0.912 accept or reject the null hypothesis accept the null hypothesis it means في homogeneity يا سلام عليك هنا معناها في homogeneity في شنو في الداتا حقتي في homogeneity between two groups في تجانس في الاوزان هنا خلاص اذا الاوزان بعدين موضوع الفاريابيليتي فيها ما هو المحك لو بيجي في اختلاف موجود ما هو المحك ما هو يعني ما هو الفارق في ذلك تمام
طيب هنيجي بعد ما حددنا كده بنيجي طوالي، طالما احنا في اللاين الاول ده لاحظ شوف الجدول ده مقسوم ل 2 لاينز، في لاين 1 هو الفوق ده، في لاين 2 التحت. طيب طالما احنا قلنا في هوموجينيتي في النهايه عملنا اكسبت النال هايبوثيسس، معناه احنا في المكان ده، معناه حاجه طوالي ماشي في اللاين ده كده، عشان نجي اعمل الاختبار بتاعي بتاع التي، عشان نجي اعمل اختبار تي عشان اشوف الديفرنس في الويت. خلاص بيجي طوالي باخذ القيمه دي اللي هي 0.868 اللي جبال خدناه نحن هنا، ده الاختبار بتاع الويت هنا 0.868، وبعد كده بنقوم احنا طبعا جبال في الاختبار قمنا عملنا اكسبت للنال هايبوثيس، عملنا اكسبت للنال هايبوثيس، وبالتالي تاكدنا كده من انه فعلا ما في فروقات في الاوزان وانه البيانات كده متجانسه. كويس؟ انه البيانات حقتنا هنا متجانسه. معلش يا دكتور، يعني حتى قولي اذا بعد كده انا خلاص اتاكدت من الهوموجينيتي بتاعت الجروبس حقتي، اذا بقى في اي اختلاف ثاني معناه السبب غير الجندر، يعني مثلا اذا في اختلاف في الويت الفاكتور المؤثر هو ما الجندر، اشوف لي فاكتورز ثانيه هي اللي تكون متاثره ما مؤثر على الويت بتاعي، مش معنى الكلام كده؟ لا معنى لا. الكلام كده معناته تاثير في الجندر. طيب إذا ما انت اذا الهوموجينيتي اللي هي اصل قلنا اكسبت الانال هاي، بس انه انا التو الجروبس حقتي هي متجانسه، اذا هناك انا قمت لقيت في اختلاف في الوزن او البي فاليو حقتي التي طلعت لي اللي هي اقل من 0.05 وريجكت النال هايبوثيسيس، ماشي انه انا معناته في اختلاف الجندر هو المؤشر هنا بالحال الجندر. اوكي يعني ما حاربطهم الاثنين ببعض، ما حاربط التو ريزلت مع بعض، دي بتتاكد لي انه فيهم الجينيسيتي ولا لا، ودي بعد كده انا احدد بقى الفاكتور بتاعي. تمام، الهوموجينيتي تيست والهيتروجينيتي تيست دي عباره عن برضه اختبار تشخيصي اولي قبل ما تعمل اختبار تي، ما عنده علاقه باختبار تي، وانما هو فقط يعني عشان انت تتاكدي من انه الاختلاف بعدين اللي بيجيك ما بسبب شيء. الفاكتور انا محدده. ايوه ما بسبب الفاريابيليتي، بسبب انه الفاكتور بالضبط. اوكي. والدليل على كده طبعا يعني مور اوفر عندك هنا لو مثلا حتى في الهوموجينيتي تيست، الهوموجينيتي اند هيتروجينيتي تيست هو الليفنس تيست اسمه، جاتك البي فاليو هنا مثلا less than 0.05، مثلا جاتك هنا 0.01 ايش نو بتاعت الاف بتاعت الليفنس تيست. ايوه والله انت هتعمل ريجكت للنال هايبوثيسيس، ات مينز انه في هيتروجينيتي وين؟ ايوه في عدم تجانس في شنو؟ في جروب جروبس، في عدم تجانس في الداتا في الويت يعني. طيب انت مفروض معناها تتعاملي مع التي تيست بتاعتك باللاين التحت الثاني ده، ايوه اللي هي الغيمه دي. اوكي ما تنظر لفوق، ليه؟ الفرق بين دي ودي شنو؟ طبعا الاحصائيين عاملين شنو؟ في حاله انه في هيتروجينيتي كويس، في حاله انه في هيتروجينيتي التي ستار دي شايف القيمه بتاعت التي ستار عندها ايكويشن، الايكويشن بتاعتها بتحاول تعمل شنو؟ بتعمل معالجه لشنو؟ للهيتروجينيتي الموجود في البيانات. يعني التي ستار بتاعتي الايكويشن حقتي هنا عشان احسبها التي ستار بتعمل معالجه لشنو؟ للفيرينس. لانه عندي هنا هاي فاريابيلتي موجود، وبالتالي انا هنا ما اعمل ادابتيشن للفاريابيلتي. ايوه عشان برضه يظهر لي الاثر بتاع شنو؟ بتاع الفاكتور حق الفاكتور اللي انا اخترته بالظبط كده. وحتى الايكويشن هنا بتاعت التي في الهوموجينيتي هي قريبه للايكويشن حقتنا التقليديه اللي بنعرفها. ايوه يعني ما في ما عندي هنا حاجه اسمها بول فيرينس، هنا في الايكويشن الثانيه دي في حاجه اسمها البول فيرينس، يعني الفاريابيلتي هنا بعمل لها معالجه، اما في الاولى هنا ما بعمل لها معالجه لانه اصلا الداتا هنا اوريدي الجروب حقتي هي هوموجينس، اوريدي الجروب شنو هنا؟ هوموجينس. ايوه عشان كده الايكويشن بتاعت التي في الحاله الهوموجينيتي والهيتروجينيتي بيختلفوا، الايكويشن ذات بتختلف. التي ستار لو تتذكروها اللي تكلمت لكم عنها قبل كده، شوفوا انا لما اجي اتكلم عن الحاجات دي بس لانه بتكلم عنها تفهموني، لانه تكلمت بالتفاصيل عنها في الاول.
فهنا التي ستار للهوموجينيتي ايكويشن تختلف من التي ستار للهيدروجينيتي ايكويشن. طبعا كنت معايا في مثلا في مراجع بتاع ماستر كنت بطالبكم بالايكويشنز دي ذاتها، يعني كنت بوريكم كيف المعادله دي بتتعمل وبطالبكم بها بجيبها لكم في الامتحان. ناخذها في الانترميديت. شكرا لك يا دكتور، الله يديك العافيه. الله يفرح، ما في شرح كافي. شكرا لك انت بهتينا برضه يا دكتور ياس. ايوه لو عينت انا للتيبل الاول جروب ستاتستكس ده، ايوه وعينت الستاندرديشن اوف ميل اند فيميل قريب جدا من بعض، ممكن يديني انديكيتر لانه انا المفروض اخذ الايكوال فيرينس اسيوم، لكن طبعا ده من غير لوكينج ات السيجنيفيكانس. لما لوك ات السيجنيفيكانس ويل ري كونفيرم ماي ايرليير بيرسبشن. بالضبط كده صح، مظبوط كلام مظبوط، لانه هنا فعلا يعني مثلا هنا بتلقى انه الفرق تقريبا واحد شويه، كانه الفيرينس هنا متساوي يعني متعادل يعني. وطبعا برضو التساوي الرقمي ليس هو الحد الفاصل في الاستات، يعني البوينت 001 ممكن تدخلك السجن وممكن تطلعك بريء، يعني ممكن لو في لجنة تحليل. ايوه يعني الاستاتستيكال ديفرنس طبعا يختلف من شنو، من الماركت ديفرنس. ممكن الماركت ديفرنس ممكن يكون الفرق، ممكن يكون الفرق بالمئات بين فيجر وفيجر او بين الاستاتستيك والاستاتستيك، لكن برضو انت هنا بتكون شنو في الاكسبتنس ريجون، ما بتكون في الريجكشن، بالرغم من انه الفرق بيكون مئات يعني. لكن فعلا ممكن بالنظر او بالملاحظه العامه انت هنا ممكن تلاحظ انه فعلا كانه هم قريبين من بعض، وبالتالي ممكن تتوقع انك حتقبل فرض العدم. ايوه ملاحظه، ملاحظه سليمه صح سليمه. طيب كده ده بالنسبه للاندبندنت سامبل تيست. باقي لنا تقريبا زي ساعه ناخذ فيها ريليشن تيست. انا اوريكم نحن كنا وين في الخريطه بتاعتنا. في زول عنده سؤال ثاني ولا ملاحظه ولا حاجه؟ لا دكتور نازي مستمتع شكله يعني ما شاء الله. كويس وانا كذلك والله بنفس الدرجه يعني. طيب هنا احنا هسه قلنا عندنا هنا عملنا الوان سامبل تي تيست وعملنا الاندبندنت سامبل تي تيست. طبعا بيدعم برضه البير سامبل تيست دي بتتعمل برضه افتر النورماليتي تيست، تاكد داتا نورمال حتى تستخدم الاختبار ده، لازم ده بارامتريك ستاتستيك وذلك انوفا. طبعا دول حنخليهم ناجلهم لان عندهم طريقه معالجه البيانات تختلف من ديل. معلش يا دكتور ياسر، البيانات تختلف. بعدين ده احنا بنسميه احنا 1 فاريبل ستاتستكس او 1 فاريبل اناليسيس، ده بنسميه كده الجزء ده. يعني انا مقسمه دائما في الدورات واسمه one variable analysis، ده اسمه one variable analysis. انت كده تعمل مع one variable، هنا two variable، يعني في الجزئيه دي هنا two variable وهنا برضو two variable. معلش يا دكتور نحن ما حنتكلم عن دي، لكن بس انا عندي فيها سؤال لان عندي فيها ورقه. ايوه انا عندي مثلا عين تكنيك معين بديه طلاب، بعدين اديته الامتحان قبلي وامتحان بعدي عشان اشوف مدى اثر الامتحان ده عليهم الدراسه. فعندي درجات هنا وعندي درجات هنا بعد ما درستهم. هنا ده طبعا يهوتي الثاني ده البيرت صح، لكن هل فيه ديسكريبتيف اناليسيس؟ ما دي مجموعة الدرجات مثلا 40 درجه و40 درجه عمودين. انا بتكلم عن الفرضيه عن الديسكريبتيف اناليسيس، ولا ما عندها هنا الا بعد ما تتحل بعد ال طيب ما انت عندك نفس الكلاس. ايوه نفس الجروب ونفس الاولاد نفسه افتر اند بيفور. ايوه بري تيست وبوست تيست افتر اند بيفور. طيب شوف البير سامبل تيست عنده شرط اساسي، شرط مهم جدا، اللي هو الشرط الجروب بيفور نفس الجروب ده ذاته اي نفسه تيبيكال يكون هنا. شفت لو في طالب واحد ناقص هنا
يعني مثلا كان عندك هنا 20 طالب وهنا 19 طالب، في طالب غاب يوم ذاك ما جاء اختبر مثلا في التجربه ما كان موجود. طوالي بيجوا اندبندنت، طوالي بيجوا هنا. لا 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 جو. لا انا بقصد، انا بقصد انه هل في ديسكريبتيف زي ديك في وصف للجدولين ولا ما في؟ قبل الفرضيات. قصدك الجدول بتاع الهوموجينيتي والهيتروجينيتي؟ لا ما انا عندي بس مجرد مجموع درجات، هنا عمود هنا عمود. بتعمل له برضه هوموجينيتي هيتروجينيتي. بتعمل له هوموجينيتي تيست. بتعمل. لكن ديسكريبتيف اناليسيز ما فيه. لا ديسكريبتيف ستاتستكس اللي هي ما المين لازم تطلع المين وتعمل نورمال ديستريبيوشن تيست كويس، ولو عندك جرافس تعملها. لازم الديسكريبتيف ستاتستكس دي يا اخواننا في اي بيبر بتكون اول حاجه، او في حتى في الرسائل في الدراسات بتاعت الماجستير والدكتوراه لازم انت يو هاف تو ديسكرايب السامبل حقتك للناس عشان يشوفوها ايش نوع خصائص ايش نوع التوزيع شنو، يعني توزيع بتاع الجندر شكله كيف، الايج توزيعه كيف، متوسط بتاع لو هو بيرفورمانس درجات في مقرر المتوسط بتاعه في مكان موجود المتوسط ده كويس. لو عندك داتا ثانيه ديموغرافيك داتا جميع عن الطلاب، كل الحاجات دي لازم في الديسكريبتيف بارت او الجزء الخاص في بدايه التحليل بتاع نتائج لازم توصف السامبل حقتك دي شكلها كيف. بعد كده بتدخل في شنو في الجانب الاستدلالي اللي هي بتقوم تحاول تبحث عن الفروض حقتك تثبتها او تدحضها او كده. الجانب الاستدلالي بيجي دائما بعد الديسكريبشن او الديسكريبتيف. انا بقصد الجزء الاول ده الديسكريبتيف بالنسبه لمجموعه الدرجات هنا ومجموعه الدرجات. اي ديسكريبتيف لازم تاخد ما فيها برسنتج زي المره اللي فاتت وفريكوانسي وكده. هذا رقم جايب 50 المره جايب 55، هنا جايب 60 هنا جايب 70. ايوه لكن انت هل مثلا هل انت بس سائلهم بس اسئله بس عن البرفورمانس حقهم في المقرر ولا عندك اسئله ثانيه؟ امتحان رسمي، بس امتحان رسمي درجات. طيب ما الامتحان ده ما انت لازم تربطه برضه بحاجات ثانيه مثلا. مفروض كده المفروض تربطه انت بفاكتورز ثانيه. يكون عندك مثلا يعني انفورميشن عاديه عن الطلاب، انفورميشن بتاعت مثلا الطالب ده كويس يعني عمره كم سنه، هل قبل كده امتحن المقرر ده قبل كده ولا ما. طريقه التدريس تختلف. يعني مثلا تساله عن حاجات ثانيه، يعني الكور فاريبل حقك اللي هو الكور هو البرفورمانس في الاختبار صح؟ في الماده ده الكور فاريبل حقك او التارجت فيريبل. لكن بيكون عندك حاجات ثانيه بتذكرها دي دائما في الديسكريبشن، يعني عشان تدي وصف للقارئ بايش نوع خصائص العين دي شكلها كيف عامله. جزاك الله خير دكتور. انا معلش عندي سؤال هنا بس. ايوه اذا هل انا ممكن يعني هي ماست هاف ولا نايس تو هاف؟ يعني انا عندي تارجت فيريبل معين انا ده انترستد فيه ودار اعمل له انفرنشال ستاتستكس او ديسكريبتيف. الديموغرافيك انفورميشن دي هل بالضروره انها تكون موجوده ولا لانها مرات بتكون ما موضوع، يعني انا اصلا ما موجوده في سؤال البحث انه سواء كان اعمار ولا غير. لا ما بالضروره، ما بالضروره، ما ضروريه. لا ايوه لا ضروريه، لكن انت طبعا يعني بيكون عندك موضوع يكون لازم يكون عندك شنو موضوع، يعني ما ممكن يكون الريسيرش بتاعك كله في وان فيريبل. لازم يكون في يعني زي ما يقول شنو دراماتيكال اوبجكتيف. عندك كده حاجه كده زي مثلا يعني مثلا انت بتفتش عن حاجه موجوده في مجموعه حاجات، فانت كده بتقوم تاخد لك مجموعه متغيرات تحاول تربطها بشنو بالمتغير الاساسي بتاعك كويس. يعني مثلا اتليست بيكون عندك الجندر ده مثلا بيكون برضه فاكتور يعني كويس. هنا ما عندنا المشكله الجندر هنا، ما الواحد بيدرس بس اولاد بنات ما عندنا اختلاط. فور اكزامبل يعني ممكن ما يكون جندر بس ممكن يكون حاجه ثانيه. يعني انت مثلا انا اوريك حاجه، انت تقول لي موضوعك، قول لي الستوري حقتك، اطلع لك فيريبلز
المفروض تضيفها طيب انت. انا حاسه عندي اصلا، انا بدرس انجليزي، عندي تكنيك في الاستراتيجي للريدنج استراتيجيز. الطالب لو كان عنده باك جراوند عنها لما يجي يقرا الكمبرهنشن بيكون له سهل. فانا بقوم اول حاجه دي امتحان بتاع كمبرهنشن، بشوف درجاته كم، بعدها بيجي بديه التكنيكس كيف يعرف الكلمات من القطعه، كيف يفهم القطعه، كيف يعرف النيو فوكابلري بدون ما يستعين. لما ياخد الكورس ده يلا بيجي يدي الامتحان الثاني، بيجي بقارن الدرجه قبل ما يكون عنده فكره عن الريدنج استراتيجيز، وحسها بعد ما عرفها اشوف البرفورمانس حقه اتغير كيف. دي فكره الامتحان. طيب شوف، بس انا ظهرت لي مجموعه متغيرات ممكن تضيفها انت عندك. هل انت ما بهمك؟ طبعا انا بعرف انه مثلا اللغه الانجليزيه دي فيها اربع اعمده، في الريدنج والسبيكنج والليسننج والرايتنج، صح؟ نعم. انت مركز على الريدنج صح؟ نعم. طيب انت ممكن تسالهم اسئله عن 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 مدى رغبتهم اكثر دائما في اي مجال، مثلا هل في الاريا بتاعت الريدنج والليسننج، هتلقاهم ديفيت، هتلقاهم مختلفين. كويس، انا دي مهارات تختلف من بعض، دي واحده. كويس، ممكن تعمل له اختبار، تعمل لهم اختبار كده صغير من خبرتك انت بادوات معروفه علميه عندكم في التخصص، تعمل لهم تشوف مدى قدراتهم ومهاراتهم اعلى، هل في الريدنج نفسه اللي انت عايز تختبرهم فيه ده، ولا في الليسننج. كويس، ولا هم اكثر كفاءه مثلا او مهاره في الرايتنج. كويس، وهكذا. تمام، قوم تحاول برضه شنو، تقوم تسالهم مثلا من معدلهم التراكم العام بتاع الاوفر اول بتاع المواد كلها. كويس، بتاع المواد كلها اخر معدل تراكم كان بتاعهم كم، وتحطه عندك برضه. دي كلها هسه فاريبلز مرتبطه بارتباط مباشر بشنو، بالكور فاريبل حقك. كويس، ودي كده انا ضفتها برضه، دي تنفع في الديسكريبشن كده. انا هسه بعدين لما اجي اقول والله اغلب الطلاب دي بيرغبوا اكثر في الموضوع بتاع الريدنج rather than writing rather than شنو listening، برضه بوريك ديسكريبشن لشنو للقارئ بخصائص الناس دي شكلها وكيف. لو جيت قالوا سالتهم على البرفورمانس بتاعهم، الاوفر اول بيرفورمانس. كويس، الاوفر اول بيرفورمانس بتاعهم الاكاديميك بيرفورمانس، حلقى مثلا القى معدلهم مرتفع جدا. كويس، القى مرتفع مثلا، وبالتالي متوقع انه معدلهم برضه في الاختبار حقه يكون مرتفع، وهكذا. ممكن اسالهم برضو عن حاجه، يعني مثلا عن المواد العلميه، هل رغبتهم في المواد العلميه ولا الادبيه؟ يعني معروف زمان كان عندنا مثلا بيقول لك الزول اللي بيكون جاي يعني في الانجليزي بيكون شاطر، معناه في الرياضيات تعبان شديد. زماننا احنا عم التنجو خلاص. فمثلا هل القاعده دي لسه موجوده ولا لا، وهكذا. يعني حياه انت بتخط طبعا، يعني بتخط مجموعه متغيرات ثانيه في الكوشنير حقك، تدعم لك التارجت فيريبل حقك. رغبتهم في المواد العلميه ولا الادبيه؟ يعني المعروف زمان كان عندنا مثلا بيقول لك الزول اللي بيكون جاهل يعني في الانجليزي بيكون شاطر، معناته في الرياضيات تعبان شديد. اتمنى احنا عم نتنقص. اي زمان كنتوا برضه؟ يعني انا ما برايي كويس والله. هل القاعده دي لسه موجوده ولا لا؟ وهكذا، يعني حياتي انت بتحط لا. في دبليكيشن في الصوت. لا ده الكلام، ايوه عادة الكلام. هذا كلام معناه مهم شديد، اتعاد براء، وده كلام مهم شديد. ده فعلا مهم. كلام جميل، بارك الله فيك يا دكتور. الله يبارك فيك. طيب يا شباب، نرجع في موضوعنا. معلش اخذناك. لا عفوا، لا اي واحد يا اخوان عنده اي ملاحظة ممكن عشان نستفيد من حتى لو بجوز ده. ممكن نحن نستفيد من الأسئلة كثير والله. طيب. نمشي بعد كده نشوف ال معايا شباب، باقي الشباب معانا ولا في نوم؟ معاك يا دكتور، معاك. طيب لا معاك يا دكتور. تمام، طيب عايزين نشوف الليله اللي هو عايزين نشوف الكورليشن تيست، اللي هي الكورليشن تيست. هنشوف نحن الكاي سكوير تيست والبيرسون كورليشن كوفيشن، هنمر عليها سريع كده ثيوريتيكالي. ظاهر عندكم شرايح مش كده دكتور؟ ايوه زهرة. الكاي سكوير تيست ده واحد من الاختبارات المهمة. كويس، واحد من الاختبارات المهمة جدا، وبيستخدم في حالة انه الفيريبل بتاعنا
او الفاريبلز اللي احنا بنتعامل معاه طبعا بيستخدم في حاله التو فاريبلز. ها يعني احنا بنستخدم الكاي سكوير تيست بيكون عندنا تو فاريبلز. طيب التو فاريبلز لازم يكونوا كواليتاتيف. شفت كيف؟ يعني من الخطا بمكان انك تستخدم الكاي سكوير مع الكوانتيتيف فاريبل. من الخطا بمكان تستخدم الكاي سكوير مع الكوانتيتيف فاريبل. لازم يكون تو فاريبلز كويس ايذر نومينال او اوردينال. طيب دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بيستخدم انا كاي سكوير لما اكون عايز اختبر علاقه ريليشن او اسوسيشن. كويس بيستخدم الكاي سكوير ده لما اكون عايز اعمل شنو ريليشن تيست فور ريليشن او اسوسيشن. طبعا اصح للكوالتيتيف دائما اقول شنو اسوسيشن تيست. كويس اسوسيشن تيست از بيتر ذان ريليشن تيست. وبالتالي لو عايز اشوف في علاقه بين متغيرين بستخدم الكاي سكوير. كويس فلازم هنا ال لا 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 لو عندي متغيرات دي كوالتيتيف بقوم بستخدم كاي. اما لو كانت المتغيرات دي كوانتيتيف بستخدم شنو بستخدم الكورليشن كوفيشن. لو كانت المتغيرات دي كوانتيتيف بستخدم ار. هذا ار دي فور شنو كوانتيتيف فاريبل. التابل دائما بتاع الكاي سكوير بنستخدم نحط البيانات حقتنا في شكل كروس تابس بيسموه كونتينجنسي تابل. كروس تابس يعني بيكون تكرارات متقاطعه يعني شكل الجدول بيكون في شكل تكرارات متقاطعه. يعني مثلا انا عندي هنا عندي الميل مثلا عندي جندر مثلا تكون عندي جندر هنا جندر ده ميل فيميل. طيب الجندر ده انا عايز اشوفه مثلا علاقته مع شنو مع السموكينج مثلا فور اكزامبل. السموكينج عباره عن شنو عباره عن كواليتاتيف فاريبل. لو في الداتا بتاعتنا بتتذكروا عندي ناس بيدخنوا اللي هو يكون عندهم يس وفي ناس ثاني موظفين ثاني ما بدخنوا اللي هو نون سموكر. طيب الكاي سكوير بيتعامل مع الكروس سكشن الكروس تابس. يعني انا هنا عايز اشوف السموكرز من الميل ومن الفيميل والنن سموكرز من الميل ومن الفيميل. عايز اربط العلاقات دي مع بعض فهنا بستخدم هنا الكاي سكوير لانه عندي هنا كواليتاتيف فاريبل سموكينج اند جندر. يعني هنا مثلا انا عندي مثال هنا مثلا عايز اشوف العلاقه بين السموكينج والاصابه بالكانسر. كويس الاثنين كواليتاتيف فاريبل صح. الكانسر اصابه بالكانسر متغير شنو كواليتاتيف والسموكينج متغير كواليتاتيف. فبيجي اعمل هنا كروس تابس اللي هو جدول تكراري متقاطع. نعمل كروس تابس ونطلع كاي سكوير. تعتمد طبعا معادلته على الايكويشن هذه بتاعته. دي الايكويشن بتاعت شنو؟ كاي سكوير. كاي سكوير شنو؟ بتكتب طبعا كده يا اخوانا كده. لاين كده وبعدين تيجي كده. هو اصلا بيرسون الزول اللي عمل اسمه كلارك بيرسون. فاخذوا الحرف اللاتيني من الكي عملوا كاي سكوير. طيب كاي سكوير دي القيمه دي عباره عن شنو؟ الايكويجن دي اللي هو دي تي دي كاي دي كاي ستار. تتذكروا كاي زي تي ستار؟ ايوه عرفتوا دي كاي ستار دي كاي الجدول المحسوبه كالكيوليتد.
طيب هي عبارة عن شنو؟ الفريكوانسي الأساسية التكرار الفعلي مطروح من التكرار المتوقع طبعا عندي طريق عندي طريقة حساب وكذا طالما الكمبيوتر بيحسب لنا بعدين القيمة دي. الصوت بيقطع ولا كويس؟ الصوت ممتاز قطع شوية ورجع بس فهنا أيوة طيب تمام. طيب هنا هنا عندك الديفرنس هنا بجيب الديفرنس بين الاكشوال والاكسبكتد كويس بقسم على الاكسبكتد واجيب الفرق هنا واجيب السميشن ومعادله طويله كده ما في داعي لها. المهم في النهايه الكمبيوتر بيحسب لنا كاي سكوير ستار تمام عشان نحن نعمل الاختبار بيكون عندنا كاي سكوير شنو معاه كاي سكوير شنو كاي سكوير كاب صح دي مال كال الستار دي كال دي الكالكوليتد دي الكالكوليتد بيكون عندي كاي سكوير شنو كاب كاب طلع من الجدول زي طريقه تطلع الجدول بتاع تي وكده. طبعا انا هنا لانه عندي بي فاليو هو طوالي حيجيب لي البي فاليو اللي هي عباره عن probability behind شنو كاي سكوير كال فاهم ما بيهمني هنا طبعا بعد كده جدول فيه ولا ما في جدول اللغة واحدة هنا خلاص عندي ألفا موجودة الألفا كم حتى في اختبار كاي ألفا كم بس بكل شجاعة أقولها بكل شجاعة ما تخافي بس لغة واحدة تعزف بها في أي مكان نفس النوت الموسيقية في مقطع طوالي. طيب هنا معناها ألفا بتاعتي هذا 0.05 انا بهمني هنا الكمبيوتر يحسب لي الكاي سكوير ستار ويطلع لي البي فاليو اللي هي الاريا بيهايند طبعا الكاي ديستريبيوشن ده حشوفه هسي كويس هو طبعا ما نورمال ديستريبيوشن ما نورمال ديستريبيوشن هو طبعا نفس المعادله بس هو ما نورمال ديستريبيوشن لكن طبعا بس هو ديجري اوف فريدم كده بالنسبه للصفوف الاعمده. طيب دقيقه بس انا اجيها ايوه هنا النقطه الدائره. طيب هنا نلاحظ شوف شوف الديستريبيوشن هنا بتاع كاي يا شباب لانه الداتا بتاعته شنو كواليتاتيف داتا ما نورمال ديستريبيوتد زي الكونتينوس فاريبل كويس ده الديستريبيوشن بتاعه شكله كده يعني ما زي النورمال ديستريبيوشن المين بتاعه في الوسط زيرو وفيه نيجاتيف فاليو اند بوزيتيف فاليو كاي سكوير اولموست يو نو كله بوزيتيف اول اوف ات بوزيتيف كاي سكوير فاليوز اول اوف ات بوزيتيف ليه ما شو نيجاتيف عشان ظاهره يعني يا في يا ما في. طيب كويس وثاني لانه سكوير هو صح وهو كاي سكوير خلاص معناه كله بوزيتيف بعدين اقل قيمه فيه زيرو كويس اقل قيمه هنا فيه شنو زيرو يعني المينيمم فاليو بتاعته زيرو. طيب الكاي سكوير مثلا احنا جينا حسبناها كويس لو جينا حسبناها هنا اللي هي كاي سكوير سكال داي ستار هذه كاي سكوير ستار كالكوليتد اللي هي 11.07 حسبها لنا هو كده شفت الاريا بيهايند كاي سكوير سوري اسف دي كاي سكوير تاب دي تاب سوري دي كاي سكوير تاب كاي سكوير تابيوليتد دي تابيوليتد قبلها هنا ده الكونفدنس ليفل بعدها هذه الريجكشن دي الالفا شايف الالفا وين هذه الكاي سكوير كالكوليتد حسبها لنا كده هو كاي سكوير كالكوليتد
3 كاي سكوير ستار او كالكوليتر. كاي سكوير كالكوليتر واقع وين؟ قال هنا. طيب هنا واقع في الريجكشن ريجون صح؟ اذا معناه ريجكت الله هي بص. طيب الاريا بيهايند كاي سكوير ستار دي بي فاليو، شفت المساحه اللي وراها دي؟ دي بي فاليو بتاعتنا بي فاليو. هنا البي فاليو واضح انها اقل من الفا لان الفا انكلودنج البي فاليو. الفا هنا انكلودنج البي فاليو. اذا الفا انكلودنج بي فاليو باي ذا بوك البي فاليو اصلا موجوده في الريجكشن ريجون. هنا وي ريجكت النال هايبوثيسس، يعني دي الاريا بتاعت الريجكشن شايف؟ لانه الاتش نوت بتاعتنا اتش نوت انه كاي سكوير في النال هايبوثيسس ايكوال زيرو. النال هايبوثيسس كاي سكوير ايكوال زيرو يعني هنا يعني الاريا دي كلها المسافه دي من هنا لحد هنا اندر 95% كونفيدنس وي اسيوم ذات انه كاي سكوير ايكوال زيرو. After this point, chi square should not equal zero. Chi, we are going to select the alternative hypothesis. واضح؟ واضح الشرح؟ كل acceptance area and this is a rejection area. نفس الفكرة لاحظتوا؟ مش لاحظتوا نفس الفكرة بتاعت الكاي؟ بتاعت التي؟ نعم خلاص واحد نفسها تقريبا. ايوه ايوه نفس اللغه بس الديستريبيوشن هنا بتاع كاي ما في اتجاه البوزيتيف بس. ايوه وان تيل وان تيل طيب طيب طبعا النال هايبوثيسس هنا كاي سكوير ايكوال زيرو لو تاني في هايبوثيسس كاي سكوير نوت ايكوال زيرو خلاص ده اختبار كاي نشوف اختبار ار وفي سؤال هنا في سؤال يا دكتور ايوه اختبار كاي سكوير ده متى الاستخدام متى بستخدمه يعني تستخدمه مثلا لو عايز تشوف تربط حاجة بحاجة مثلا عندك علاقة بين حاجتين بين متغيرين المتغيرين ديل نوعيين يعني qualitative variables كثير استخدامه كثير جدا مهم خالص مهم لدرجة كبيرة يعني طارق طارق موجود؟ ايوه موجود يا دكتور ادينا اليوم مثال كده كاي سكوير ده اديك مثال ممكن اقول مثال؟ ايوه قولي مثال طيب ممكن علاقة مثلا السموكر مع الناس اللي بيكون عندهم ضغط يعني هو عنده ضغط بيدخن أو ما بيدخن أو ما عنده ضغط. طيب عشان تثبت شنو أنت في الحالة؟ إنه التدخين بسبب الضغط. أيوة. معلش. معلش. التدخين بسبب الضغط. بحس بتقول بيأثر على الخلايا بتاعت الدم وكده. أيوة صح. في الكوفيد كتير مناسبة. في الكوفيد 19 في اختبارات كتيرة زي دي.
ايوه هي نفسها مثلا المدخنين هم اكثر عرضه للكوفيد 19. ايوه، او مثلا ممكن الحالات بتاعت الوفاه مثلا، يعني هل المدخنين او السموكينج كويس بيعرض المريض بتاع الكوفيد 19 للوفاه؟ يعني هل هم اكثر عرضه للوفاه ام لا؟ طيب ممكن برضو في البيزنس ممكن اشوف العلاقه بين التيرن اوفر مثلا ريت والليفل اوف سكيل، مثلا السكيل ليبر والان سكيل ليبر. تعبت لنا يا اخي. انا طبعا شغلي بزنس انفورميشن اناليست، دي شغلي الاساسي. ممتاز ممتاز كده. قول ثاني. لو مثلا دار اشوف العلاقه بين يعني السكيل والان سكيل ليبر والتيرن اوفر ريت. لا كويس، هاي لو مثلا لو قسمت التيرن اوفر لهاي لو، طيب انت كت بوينت معينه قسمت الاستاف مثلا السكيل ان سكيل، او قسمته مثلا لمانجر سوبرفايزر مثلا نيو مثلا او اسوشيت مثلا اللي هو طيب. ده فدار اشوف هل في فروقات ولا ما في، او في اسوشيشن ولا لا. صح ممكن، صح ممكن برضو مثلا يعني عندك في حاجات مثلا حاجات تكون سوشيال كده وبعدين يعني دراماتيك كده، فيها حاجات في ظريفه يعني مثلا يقول لك استخدام الجوال كويس. هل استخدام الجوال عنده علاقه بالحوادث تحت السير؟ يعني هل عنده علاقه بالحوادث؟ يعني في ناس مثلا يكون بيستخدموا الجوالات اثناء القياده، وفي حدين يعني بيعملوا حوادث بدون ما يستخدموا الجوالات. صح صحيح. يعني هنا البروبيلتي يعني نفسه برضه ممكن يستخدموا والسكسس او الفيلير مثلا بالنسبه للطلاب. ايوه استخدام الجوالات او الانترنت او السوشيال ميديا اثناء المحاضره مثلا، أثناء المحاضرة أو عدد ساعات الجلوس مثلا في الإنترنت. يعني عدد استخدامه للإنترنت كثير والسوشيال ميديا دي كثير. في الحالة دي بحتاج أحول الكوانتيتيف لكاتيجوريز مثلا. بتحول لكاتيجوريز. هاي لو ميديم مثلا. اكسلنت بالضبط كده. وبتجي هنا برضه تخط البرفورمانس بتاعهم في المدرسة أو في برضه بيوريك الاود ريشيو. طبعا تيست في حاجه اسمها الاود ريشيو. في الاود ريشيو تيست كويس، في الاود ريشيو انت بتقوم بتحاول تربط بين استخدام البحوث لحاجه معينه ومدى تعرضه للخطر، يعني الاكشن الحوادث زي ما تعرض للخطر. بعدين بيساعدك الاود ريشيو بحسب لك الاحتمال بتاع شنو؟ احتمال انه يعني يدخل في الخطر نسبه كم في الميه؟ يعني هسه مثلا عندك في دي دراسه احنا هنشتغلها، احنا هنشتغلها بس مبكوسه على الهواء طبعا يعني حسن الحظ. عايزين نشوف بعدين مثلا بالنسبه للكوفيد 19 الناس الاكثر تعرضا للخطر الموت كويس؟ بالنسبه للكوفيد 19 هل هم الناس اللي مثلا بيعانوا فعلا من امراض مزمنه ولا في فاكتور ثانيه؟ كويس، او في فاكتور ثانيه بيقوم تعمل كاي سكوير لكل الفاكتورز دي وتيجي تقارنها مع بعض تحسب اللي هو الاود ريشيو. الاود ريشيو طبعا دي طريقه متقدمه اكثر من الكاي سكوير، لكن الاداه بتاعتها الكاي سكوير. طيب نشوف يا دكتور في مداخله ثانيه او مثال ثاني ولا حاجه. ايوه يا دكتور ياد اتفضل. مثلا انا عندي
عندي بوكس يعني صندوق مثلا فيه زي 500 كورة بمختلف الألوان، مثلا نقول عندي 4 أو 5 ألوان. فالكاي سكوير مش هو بيجيب مثلا أنا متوقع بال 500 ديل ألقى العدد الفلاني من اللون الفلاني، العدد الفلاني من اللون الفلاني، العدد. ففي الحالة دي أنا ممكن استخدم الكاي سكوير عشان أشوف الريليشن. طيب انت الايشو بتاعك شنو يعني؟ السؤال اساسي على شنو؟ يعني انا عندي حاجه متوقعه، لا يعني مثلا خدت هاي بص انه انا حلقه في الصندوق ده عدد الفلاني من الحاجه الفلاني من الكوره الفلانيه من اللون الفلاني يعني عدد كده، ف انا ممكن استخدم شنو؟ لا ما شايف أنا كاي سكوير عنده علاقة بالموضوع ده. والكاي سكوير ما بيقيس لك البروبابيلتي. أيوة الكاي سكوير بيقيس لك حاجة محددة يعني. تمام. وما بيقيس البروبابيلتي يا عبد الرحمن. هو بيقيس لك العلاقة بين متغيرات نوعية، هل العلاقة دي موجودة ولا لا؟ أيوة. يعني مثلا في الكورة انت كيف في الالعاب ولا مرخابي؟ ولا واحد عندك مثال في الكورة لكن خلاص. طيب سؤال تاني ولا خلاص تشوف موضوع تاني؟ طيب بشوف الكورليشن. طبعا الكورليشن هو مدخل للريجريشن. كورليشن طبعا الكاي سكوير بيقيس الاسوسيشن. ها association طبعا as a concept association، وال correlation عبارة عن مدخل لي regression analysis. احنا هناخد هنا correlation correlation theory. correlation اللي هو عبارة عن ارتباط او قياس العلاقة، و بنستخدم فيه معامل ارتباط بيرسون هو R correlation coefficient، ويستخدم في للكوانتيتيف داتا. كوانتيتيف شنو؟ داتا. يعني لو عندك variable quantitative normally distributed تستخدم معاه شنو؟ Bayesian correlation coefficient. طيب مثال هنا مثلا، طبعا النوع ده من الاختبارات اللي هو بتاع الكورليشن ده، ده بيسموه scatter plot او scatter diagram. انا بقوم بعمل fitting لشنو؟ للفاريبلز حقتي. لو عندي 2 فاريبل هنا، عندي السكور بتاع الطالب، وعندي المكافأة بالدولار طبعا ما شاء الله دولار. وكل ما كان طبعا معدل تحصيل الطالب عالي، او كل ما كانت المكافأة مرتفعة كل ما كان معدل التحصيل مرتفع. فهنا في بوزيتيف كورليشن. بوزيتيف شنو؟ كورليشن. كويس. الكورليشن ما بيقيس لك التاثير، يعني ما بوريك يا تو متغير بياثر في الثاني، هل اكس بياثر في واي ولا واي بياثر في اكس. يعني ما بيقيس الكوزاليتي، وانما بيقيس شنو؟ الريليشن شيب بس. يعني مهمته حدد لك الريليشن شيب اتجاهها وين، بوزيتيف نيجاتيف. سكاتر بلوت واحده من ادواته. كويس، واحده من ادوات الكورليشن كوفيشن سكاتر بلوت. ممكن يكون عندي كورليشن بوزيتيف كورليشن، ممكن يكون عندي نيجاتيف كورليشن. كويس. طيب الكورليشن قيمته بتقع بين موجب واحد. كويس، قيمة تقع بين موجب واحد اللي هو ده strong positive correlation وسالب واحد. strong negative correlation. فده ولو كان واقع في الوسط كده في النص هنا صفر، يعني كل ما كان قريب من الصفر معناه هنا no correlation.
المستوى بتاع الكورليشن سكاتر بلوت اللي هو الشكل التشتت، فكل ما كانت البيانات قريبه من بعض يعني متشتته بشكل قريب من بعض يعني متقارب مع بعض، معناها هنا الكورليشن عالي. هو اتجاهه هنا موجب upwards or right، اتجاه موجب يعني الكورليشن موجب، وفي نفس الوقت قيمته أقرب من واحد لأنه النقاط قريبة من بعض. كل ما ابتعدت النقاط عن بعض كل ما قلت قيمة الكورليشن. يعني مثلا اليالو ذا الأصفر هنا هو positive correlation لكن الارتباط قوته أقل من الحالة الأولى. وأربعة أو سوري الشكل الثالث الارتباط هنا أقل برضو موجب لكن أقل اتجاه من أسفل لأعلى لكن أقل. طبعا كل ما بعدت النقاط عن بعض نقاط التشتت عن بعض اللي هو السكاتر بلوت كل ما اقتربت العلاقة. طيب ممكن يكون طبعا احنا بنتكلم عن لينير كورليشن يعني نقاط تصل بشكل خط مستقيم، او ممكن النقاط تاخذ شكل شنو غير خطي، وده بسموه لينير كورليشن وده بسموه نون لينير او نوت لينير كورليشن. يعني البيرسون بيتعامل مع لينير شنو كورليشن، مع ارتباط بيرسون بيتعامل مع لينير. طيب ممكن يكون بوزيتيف كورليشن زي كده upwards to the right، ممكن يكون negative correlation downwards to the right، أو يكون no correlation النقاط تكون مشتتة ما عندها اتجاه لا إلا أعلى زيرو. ده نيجاتيف بتكون شنو بالماينس، والبوزيتيف كورليشن احنا هنستخدم مؤشر احصائي او لما نرجع الصوت قول لي رجع الصوت رجع واضح. اول مره طبعا احنا هنستخدم مؤشر احصائي او ستاتستيك يكون فيه الاشاره محدده للمعنى حقه. يعني مثلا الان الكورليشن اذا كان نيجاتيف يعني كان ار ليس ذان زيرو يعني سوري ليس ذان زيرو يس ايوه إذا كان أصغر من صفر معناها نيجاتيف، معناها هنا الارتباط ده سالب أو العلاقة عكسية. العلاقة عكسية كويس، أو ممكن يكون الكورليشن موجب يعني أكبر من صفر موجب، معناها هنا علاقة طردية أو علاقة دايركت ريليشن شيب، ودي بسموها نيجاتيف ريليشن شيب أو الانفيرس ريليشن شيب. فهنا ممكن الإشارة ذاتها تكون مؤشر دي نوع الارتباط او نوع العلاقه. دي مهمه شديده الحقيقه دي طبعا بالذات في البحوث مهمه جدا. يعني ناخذ امثله مثلا النيجاتيف والبوزيتيف كورليشن سريع كده عشان نمشي نطبق في 10 دقائق نخلص ان شاء الله. يا دكتور يس الكورليشن ده اللي هو سبيرمان ولا طيب في الكورليشن في بيرسون كورليشن كويس بيرسون وسبيرمان. البيرسون نستخدمه مع الكوانتيتيف تمام. كوانتيتيف شنو نورمالي او نورمال داتا، دي مهمة جدا القاعدة دي. سبيرمان يستخدمه مع الكوانتيتيف، هو كوانتيتيف لكن ديسكريت كوانتيتيف لكن شنو نن او نوت نورمال داتا نوت نورمال داتا. سبيرمان يستخدمه لما يكون الداتا دي ما نورمال ديستريبيوتد، اما بيرسون بيستخدم مع الكوانتيتيف داتا نورمال، اللي برضه من الحاجات البارامتريك والنون بارامتريك.
ده البير سبير مان بيمشي مع البارامتريك ستاتستكس وبير سبير مان سوري مع النون بارامتريك ستاتستكس وسبير مان بيمشي مع البارامتريك ستاتستكس. ناخد امثله لامثله للكورليشنز. مثلا هنا عندك البوزيتيف والنيجاتيف كورليشن. مثلا عندك هنا تي في واشين بير ويك كويس والاكزام سكور. رايكم شنو في العلاقه دي؟ صح بالنسبه طبعا لكم انتم الكلام ده لكم انتم يعني لان طبعا الحاجات دي عديت من الحياه. انتوا لسه طلب جامعه كده يعني صغار لسه قليل الميل الصوت بيقطع ولا كويس؟ واضح. علاقة صحيحة. طبعا لكم انتم الكلام ده يعني مثلا انا قصدي بالنسبه لكم العلاقه دي هل واضحه؟ يعني مثلا التي في واتشنج مع الاكزام سكور هي عكسيه. عكسيه طيب اهم واحد يقرا لي كده كله مع ذاته. كل ما زادت مشاهداتك التلفزيون بتقل الفاس بتقل السكور النتائج الامتحان. ايوه كلام ده ليك انت يا طيبه تبيان. ايوه انا ما تقعد التلفزيون كثير تبيان. طيب طيب يا اخوانا معناها طبعا علاقه عكسيه هنا. كل ما انا قللت عدد المشاهدات طبعا من التلفزيون بالتالي هنا الدرجات بتزيد يعني ده بسموه perfect correlation. طبعا لانه هنا perfect negative او positive negative correlation لانه هنا شنو النقاط موجوده على الخط بالضبط. طبعا perfect correlation ده نادر او ما موجود تقريبا الا في العلاقات الفيزيائيه البحته يعني العلاقات الطبيعيه يعني negative correlation. طيب اها جينا هنا للعضه طردية. هي علاقة طردية صح؟ يعني مثلا الاكزام سكور ممكن يتأثر بشنو؟ quality of the breakfast. ايوه يعني تأثر بالبوش يعني كل ما كان البوش جامد كده good quality كانت الطاقة عالية والطعم عالي وكان النتيجة طيبة. يعني البوش ده هنا بيجي كيف طيب؟ فيها نقطة هنا في ديل البوش ده هاي كواليتي يا اخواننا ولا لو كواليتي يعني؟ طلع المفروض يكون له كواليتي بوزيتيف لكن هو ذاته هو ذاته ما البويس ذاته فيه جريتس طبعا. البويس بيموت ما قلت في مستويات طبعا فول ساكت من غير فول اعلى جريت ما مشكله اعلى جريت هو برضه في الهاي كواليتي ولا اللو كواليتي؟ والله according to our socioeconomic status في السودان good quality عديد حاجة ممتازة كويس يعني ما توقع انه تلين في بوش لكن معروف انه البوش ده زول ما نفطر به الحصة اللي بعد خلاص تاني بجيب زيرو ما بيشتغل يعني المحاضرة اللي بعد البوش دي بكون نايم العلاقة دي ما عندنا في البوش ما بتيجي ما بوزيتيف صح؟ طيب يمكن خلاص معناها الكواليتي يا اخوان نكون جادين شوي خلاص الكواليتي بتاعت البريكفاست كله ما ارتفعت ديفينتلي الاكزام سكور بيرتفع. طبعا هنا الارتباط هنا ما بيجي ستيك السبب وين موجود يعني السبب شنو يعني هو ما بيوريك فيهم بيسبب في الثاني وانما بيديك فقط شنو بيديك فقط العلاقه. طيب مثلا this is a strong relationship او strong correlation. ليه؟ لانه قيمه قريبه من واحد. طيب بوزيتيف طبعا هنا مثلا مقاس الحذاء لا مؤاخذه مع الوزن هل في علاقه؟ ما ليس في كل الاحوال مقاس الحذاء عنده علاقه بوزن الانسان مش كده؟ صح ما في كل الاحوال لذلك الكوريليشن هنا تقريبا متوسط او ضعيف يعني قليل. طيب هل ممكن يكون ممكن ياخذ برضه الشكل النيجاتيف؟
ده هي ارتباط ممكن يكون نيجاتيف لكن ضعيف بين الوزن ومقاس الحذاء. طيب الاي كيو تيست هل عنده علاقه بالهايت؟ يعني الناس طارق دي لسه ممكن يكون عنده هاي اي كيو مثلا. طارق ده بقى ليه يعني فعلا طويل جدا يا طارق انت صح؟ علاقة ما في علاقة. طارق وين؟ ما في علاقة. هل في علاقة بين الهايت والاي كيو مازن صح؟ ما في علاقة. ما في علاقة فعلا هنا الار يعني في الار فعلا زيرو وبالتالي نو كورليشن. طيب الدكتور طبعا انا سمعت السؤال لكن كان الجماعة كابسوني في الصالون قافل الصوت ما طريقة الا لما طلعت. طيب المعادلة اللي هي بنحسب بها R اللي هي دي ده اللي الستاتيستيك بتاعنا بتاع R بنحسبه بالطريقة دي اللي هو summation. طبعا احنا قلنا عندنا X و Y عندنا 2 variable analysis فدي المعادلة بتاعتنا. معادلة صعبة معقدة ولا بسيطة؟ عادية معادلة عادية لكن طبعا هو في النهاية نحن بنحسب R اللي يجيب الستاتيستيك وبنحسب T شايف T calculated بتاعتنا معانا برضو هنا. والله كلام عجيب يعني تي كالكوليتد نحن اخذناها زمان دي وعرفنا واخذنا تفاصيلها موجوده في اي مكان. يلا هنا معناها هقوم اجيب التي كالكوليتد اللي هي هجيب الار دي اللي هنا كويس. سامعني الصوت بيقطع؟ معاك يا دكتور. كويس بجيب الار هنا باخذها هنا كويس واجيب الجذر التربيعي. جذر تربيع لشنو؟ 1 ناقص R تربيع ربع على R ذاته واقسمه على N minus 2. طيب شوف هنا degree of freedom بتاعتي سألة يمدك في degree of freedom. هنا degree of freedom N minus 2 ال 2 هنا بمثل شنو X and Y. طيب انت عندك هنا 2 statistics 2 statistics انت بتحسبهم اللي هو بالتالي هنا degree of freedom N minus K. so N minus K K اللي هي عبارة عن statistics حسبتهم ال N عبارة عن number of observation sample size. فإذا كانت السامبل بتاعتك 10 وعندك two variable X and Y استخدمتهم أنت في حساب ال statistic معناها أيوة ال degree of freedom بتاعتي هنا 8 لأنه عندي هنا two variable. طيب لأنه في الشغل بتاعنا الفات كان one variable analysis عشان كده degree of freedom بتاعتنا كانت minus 1 N minus 1 minus 1 أيوة لأنه K بتساوي 1 هنكون بشكل 1 variable analysis. طيب بعد كده بيجي طوالي بطلع T star شفت T calculated بتاعتنا العادية ويشوف النورماليتي بتاعتي وطلع ال P value وهكذا ال area behind T star دي ال P value حقك بعدين accept or reject. الفكرة إنه في النال هايبوثيس عندك النال هايبوثيس إن شاء الله أكون ذاكر هنا برضو. لا ما موجودة. النال هايبوثيس تحتي H not H not R equals 0 P value high P value low null hypothesis will go وهكذا. تعالوا نعمل تطبيق على الـ SPSS. نعمل تطبيق. معلش يا دكتور سؤال بس قبل ما ممكن. طيب أنا عندي بحث عايزة أشوف فيه العلاقة بين الناس اللي تعرضوا لإشعاع وبين إنه يجيهم نوع معين من أنواع الموية البيضاء. ففي البحث ده الأفضل ليش إنه أعمل أشوف association أجيب كاي سكوير ولا الأفضل أعمل correlation؟ هنا association لأنه نوع معين من المويه البيضاء معناته تتكلم عن حاجه شنو كواليت يعني كواليتاتيف يعني حاجه وصفيه او حاجه اسميه. أيوة. يعني ممكن يكون عندهم ظهر لهم نوع معين من المويه او ما ظهر. اوكي هنا طوالي كاي سكوير وهنا تعمل اود ريشيو كمان كاي سكوير تستخدم الاود ريشيو. اوكي تمام. بحث ممتاز جدا فكرته واضحه خالص. تمام. طيب شكرا. عفوا طيب
عندنا عايزين نشوف العلاقة مثلا بين الجندر والسموكي. شوف العلاقة بين الجندر والسموكي، يعني هل بالنسبة للموظفين الشركة دي هل ثقافة التدخين عندها علاقة بالجندر بالمجتمع ولا ما عندها علاقة؟ هنا عندي أنا الجندر qualitative variable والسموكينج qualitative variable، طوالي هنا بستخدم كاي سكوير تيست. هل في علاقة بين السموكينج والجندر؟ هو معمل كاي سكوير تيست analyze بعمل كروس تابس اللي هي في الديسكريبتيفز ستاتستكس، بلقى هنا كروس تابس. كروس تابس دي بتاعت كاي سكوير. صوت بيقطع ولا كويس؟ كروس تابس دخل هنا جندر واضح في الرو، طيب واجيب السموكينج في الكولوم، وفي الستاتستكس هنا اختار كاي سكوير. كويس. بالنسبه للناس اللي هيعملوا يحسبوا بعدين الاود ريشيو او دار يحسبوا معدل التعرض والريسك، الريسك عملوا ريسك اناليسيس، يعني التعرض للفاكتور بيتسبب بنسبه كم في الميه في المشكله، بتقوم تعمل هنا تختار الريسك هنا وتعمل الاود ريشيو، بتطلع لك الاود ريشيو في الريسك اناليسيس. طيب هنا هسه احنا بكل سمبل بس هناخد كاي سكوير وعمل continue وعمل اوكي بس فقط، ما اكثر من كده. بجي هنا بيطلع لي هنا بيطلع لي هنا الكروس تاب تيبل ده كويس. كروس تاب تيبل عندي الميل سموكينج واحد، الفيميل سموكينج واحد، الجندر سوري النون سموكر 3 والفي فيميل النون سموكر 7 وهكذا. ده الكروس تاب تيبل. بيهمني في الجدول ده كله هنا القيمه بتاعته كاي سكوير، دي كاي سكوير ستار، كاي سكوير كالكيوليتد، دي القيمه بتاعت البي فاليو، سوري البي فاليو فور كاي سكوير، بي فاليو فور كاي، البي فاليو فور كاي اللي هي 0.584. بجي اشوفها اللي هي 0.58. accept or reject the null hypothesis. ال null hypothesis بتاعتي ال null hypothesis انه كاي سكوير ماله equals zero. null hypothesis. p value هنا 0.58. accept or reject the null hypothesis. accept ايوه صحيح accept. Accept the null hypothesis. It means chi square equals zero. Aywa, chi square equals zero. It means no relation. Association or relation between smoking وشنو والجندر. Gender. يعني ما نقدر نقول إنه الرجال أكثر تدخينا من النساء أو أن النساء أقل تدخينا من الرجال أو العكس. No evidence. ما في دليل على كده. واضح؟ واضح صح؟ تمام واضح. طيب ناخذ مثال ثاني لحاجه سريعه برضو في الداتا حقتنا. مثلا لو انا عايز اشوف هل في علاقه بين التدخين والتعليم، هل مستوى التعليم بيأثر في ثقافه التدخين؟ يعني الناس الأكثر تعليما وثقافة هل هم أكثر تدخينا ولا العكس، ولا التعليم كل ما ارتفع مستوى التدخين من قبل؟ مش إيش ممكن يكون إيش صح؟ موضوع كده يبدأ القلم يعني. ينزل بلمزاته يعني شوف طيب كده بنعمل هنا طوالي بنجي في الأنالايز سوري ديسكريبتيف ستاتستكس كروس تابس، خلي السموكينج زي ما هو، ندخل بدل الجندر education، شوف الادوكيشن هل ممكن يكون عنده علاقه بالموضوع ولا لا. بطلع هنا البي فاليو حقتي، البي فاليو هذه
0.35. We accept or reject it or not? Accept. Accept or reject? Accept. No relation. I accept the null hypothesis means no relation. إذا هنا no relation معناها فعلا التدخين ما عنده علاقة بمستوى التعليم. Education. يعني ما نقدر نقول طبعا لو لقينا في significant association بيجي أشوف أنا التركيز على smoking أكثر وين وقع عليكم. يعني مثلا لو جيت هنا في significant relation هقوم أجي ألقى مثلا اليونيفرسيتي والبوست جراديويت أكثر الناس شنو ما بدخنوا. معناها في اتجاه كل مستوى التعليم ارتفع عدم التدخين او بيقلع الناس عن التدخين او بيكونوا اكثر ثقافه عن اضرار التدخين. وضحت الفكره؟ ايوه ده اذا كان في سيجنيفيكانت طبعا. بس هنا هي طبعا برضو هنا يعني تقريبا اتجاهها ماشي نحو عدم التدخين. يعني التعليم المرتفع بتلقاه فيه عدم تدخين عالي. الناس اللي ما بدخنوا اغلبهم في تعليمهم المرتفع وهكذا. أيوه. اللي هم عكسهم طوالي هنا شنو المجموعة المدخنة اللي المدخنة بيكون عددها قليل كل ما ارتفع مستوى التعليم. دي الفكرة كده خلاص وضحت؟ تمام. طيب نشوف لو نشوف الكوريشن الكوريشن شنو البيرسون كوريشن البيشن كوريشن تيست. البيشن كوريشن تيست هو المعامل الارتباط بيرسون ده. أنا لو دار أربط متغيرين مع بعض يكونوا متغيرات دي كمية. لاحظ أنا قبل كنت بتعامل مع متغيرات شنو نوعية صح؟ طوالي استخدمتها هنا في الكاي. لو عايز أعمل أربط علاقات بين متغيرات نوعية كمية يعني هل في علاقة بين الطول والوزن؟ يعني مثلا هل في علاقة بين مستوى الطول كل ما زاد الطول بدل أيوة هل في علاقة بيناتهم ولا لا؟ نقوم نجي نعمل اختبار بيرسون correlation coefficient analyze. بيجي هنا في option اسمه correlate bivariate correlation يعني ارتباط ثنائي أو زوجي يعني بين متغيرين. دخل الايج والويت هنا في الصندوق ده عادي. وعندي هنا option شايف بيرسون أو بيرسون correlation coefficient. وعندي هنا سبيرمان طبعا بتعرفوه في الكندلز برضو بيستخدموه في في النون بارامتريك. يعني الكندلز والسبيرمان في النون بارامتريك. بيرسون ده طبعا اللي هو البارامتريك بعد ما اتاكد من الداتا بتاعتي نورمال ديستريبيوشن. اضغط اوكي بيجيني جدول ظريف جدا وبسيط وسهل وفيه ثلاثه حاجات او حاجتين بس انا بركز عليه في حاجتين بس. الجدول ده بركز فيه طبعا مصفوفة هي عبارة عن مصفوفة. بركز في المصفوفة دي على القيمة دي والقيمة دي. القيمة الثانية دي أول حاجة بشوفها اللي هي دي السيك اللي هي دي البي فاليو. البي فاليو بتاعتي جات 0.001 دي بي فاليو تمام. أول حاجة بعمل الاختبار للعلاقة اتأكد منها موجودة ولا لا. شوف السيجنيفيكانت بتاع العلاقة فيه ولا لا بين الطول والوزن. طيب أنا عندي طبعا النال هايبوسيس R equals 0 دي النال هايبوسيس. القيمة بتاعت البي فاليو دي خليني أعمل accept or reject النال هايبوسيس. Reject. أنا يعني according للبي فاليو دي we reject the null hypothesis. If we reject the hypothesis, it means there is a relation. معناها أنا حاجة الالتيرنت هايبوثيس معناها هنا R not equal zero. Yeah. هنا في significant relationship between weight and شنو gender. Age. Significant relationship between the age والweight. الريليشن شيب بعدها اجي في السيره اشوفها كيف قويه ضعيفه سلبيه ولا موجبه ممكن تكون. طيب اجي اشوف بعدك الار قيمته بجي القاها قيمته كم 0.8 8
0.83 تقريبا. ايوه اول حاجه الاشاره موجبه ولا سالبه؟ موجبه. اذا معناها في علاقه طرديه، هنا في دايركت ريليشن شيب، في واحد فيهم بيأثر في الثاني بطريقه مباشره او طريقه طرديه ايجابيه. طيب طبعا تاثير كل واحد على الثاني دي موضوع ثاني، لكن الان انا بس بربط بكتشف العلاقه فيه ولا ما فيه. ايوه انه التاثير بيقيسوا لنا الريجريشن، ما بيقيسوا لنا شنو. اه الكوريشن ما بيقيس التاثير، بيقيس العلاقه فقط. طيب الخطوه الثانيه بعد ما تاكدت من الاشاره بشوف هل العلاقه دي قويه ولا ضعيفه. بلقى انه الار ده 0.8 قويه اذا هنا عندي سترونج ريليشن شيب، عندي سترونج هنا ريليشن شيب، علاقه قويه. ده بالناحيه بتاعت شنو البيرسون كوريشن كوفيشن. وممكن نجي نعمل لها برضو جرافيكالي، ممكن جرافيكالي برضو نعمل سكتر بلوت عشان نتاكد. شايف سكتر بلوت هنا جراف ليجاسي ديالوج عشان نشوف شكل التشتت كيف. وبعمل هنا سيمبل سكتر و افترض انه الايج او الايج هو اللي بياثر في الويت، بحط الايج في الاكس والويت في الواي وبضغط واي بضغط اوكي. جيني طوالي سكتر بلوت شكله كده، ده السكتر بلوت، النقاط حقتي شكلها شوف ماشي فعلا بوزيتيف ريليشن شيب، ماخذ اتجاه بوزيتيف كده اعلى. ايوه بوزيتيف ريليشن شيب، وبالتالي فعلا في العلاقه هنا طرديه. لو عملت كده في نابجين لاين، بيجيني اللاين بتاع شنو الاستيميتد لاين للبوينتس بتاعت شنو الايج والويت مع بعض. وشكرا جزيلا، وكنت سعيد جدا بحضوري معاكم ووجودي معاكم. معلش مشاركاتكم بارك الله فيك المميزه، يعني كانت فعلا الهمتنا الكثير من العلم والمعرفه يا بارك الله فيك يا دكتور. معلش يا دكتور سؤال. طيب انا لو عايز اعمل المقارنه بين متغير نوعي ومتغير كمي. طيب يعني مثلا الوزن والتدخين او اقصد العمر والكده بين متغير كمي ومتغير نوعي. وسؤالك ممتاز جدا جدا، سؤال يعني رائع مفيد. احيانا فعلا انا ممكن يكون عندي دار اشوف العلاقه بين الويت كويس بين الويت والتدخين. انا ما بيحكم من الموضوع في النهايه نوع الاختبار، مو الفيريبل ذاته ممكن يكون الايشو بتاع الفيريبلز العلاقه بيناتها هو اللي بيحكمني انا. يعني بس دار اشوف الويت ده ما كوانتيتيف، لكن السموكينج كوانتيتيف. فلكن انا بعرف انه مثلا ممكن يكون في علاقه بين الويت كويس وشنو والسموكينج، او ممكن يكون في علاقه بين مستوى الدخل والتدخين. ناس اللي مستوى دخلها مرتفع بتكون اكثر تدخين، يعني بتفكر في التدخين اكثر مثلا فرضيه زي دي. لكن بلقى انه المتغير ده كمي وده نوعي، يعني وذلك ده مثلا كمي وده نوعي. طيب كيف اعالج الحاجه دي؟ بتعالجها كيف؟ بتقوم تمسك المتغير الكمي بتحوله لكواليتاتيف فاريبل. كيف؟ بتحوله لكواليتاتيف فاريبل كيف؟ بقوم انا اجي اعمل مثلا الويت، اعمل ليفلز للويت، اقول عندي الهاي ويت كويس؟ الهاي ويت دي مثلا من وزن 80 انا باف مثلا حسب الداتا اللي عندي هنا. اعمل 3 ليفل مثلا هاي ويت عندي 80 انا باف 80 كيلو واكثر. الميديال مدى مثلا الميديال ويت مثلا اعتبره من 70 ل 79 كويس. واللو ويت مثلا اعتبره اقل من 70 او من 69 ان لس اعتبره شنو اللو ويت. عندي 3 ليفلز هنا
عندي هاي وميدل ويت ولو ويت. خلاص حولت الويت هنا لشنو؟ كواليتيف فيريبل. بس صار لي هنا زي ده كده يعني هسه مثلا لو قفلت الشاشه هنا بتاعتي اذا مثلا عندك هنا شوف الانكم مثلا عملته هنا ليبل سايد 2000 انلس 3000 ل 4000 من 2000 انلس وهكذا كويس. عملته ليبلز هنا فبقى عندي هنا مستويات مختلفه من شنو؟ من الدخول مثلا من الانكم. فعمل لها ليبل عادي شايف الفئة الأولى، الفئة الثانية، الفئة الثالثة، الفئة الرابعة، عملت أربع فئات هنا من الدخل. من الإنكم، كويس؟ جيت عملت لها ليبل ظهرت لي كده، يعني مثلا الزول ده دخله 2000 اللي هو 2000 أنلس بيظهر مع المجموعة دي. تدخله هنا مثلا 4000 بيظهر من 3000 إلى 4000. تدخله 1000 بيظهر مع المجموعة شنو؟ less than 2000 أنلس. ده ال 2000 بيظهر مع less 2000 أنلس. 4500 بيظهر لي مع شنو؟ ال 4000 امور. وده 5000 بيظهر لي مع شنو؟ 4000 امور وهكذا. حتى الويت ممكن اعمل لها برضه كلاسز زي دي. وابقى كده بعد كده حولت الويت لكواليتيف فيريبل واربطه مع السموكينج طوالي بالكاي سكوير. جاوبت على سؤالك؟ فعلا جاوبت والله. تمام. طبعا الحاجات دي بتتعمل بجي اديكم لها في الانترميديت. ليه؟ لانه الداتا مانجمنت تحت الانترميديت شويه بتختلف من دي. انا ما ادري اخبط لكم مع بعض. يعني في الانترميديت كورس عندك حاجه اسمها ترانسفورمينج، شايف ده؟ كلها في الداتا مانجمنت. بنستخدم بعدين حاجه اسمها كومبيوت فاريبلز. سوري في الداتا داتا مانجمنت عندنا هنا حاجه اسمها فيريبل ريكورد او ريكورد فيريبل. نعمل ريكوردنج للفيريبل نحولها لشنو؟ دي من كوانتيتيف نحولها لكواليتيف فيريبل. هذه هي الفيريبل ريكوردنج. شايف ريكورد انتو ديفرنت فيريبل. ريكورد انتو ديفرنت فيريبل. بجي هنا مثلا عندي الايج الويت دي كلها quantitative variables. عمل لها input هنا بحولها لشنو؟ ل qualitative variable برينج معينة. شايف؟ بجي هنا بقوم بحدد الرينج. شوف هنا عندك الرينج هنا شوف يقول لك range lowest through range value through highest كويس range from كده through كده كلها بتحددها هنا. بحدد حدتك هنا كويس وتعمل كونتينيو طوالي هو اوتوماتيكلي بيحول لك الفاريبل بتاعك ده لفاريبل زي ده كده يجيبه لك كده. تيجي تخش بعدين في الفاليو ليبل تعمل لك كودنج بالمستويات حقتك اللي انت محددها وخلاص يبقى تحول من كوانتيتيف فاريبل لكواليتيف فاريبل. والله يا دكتور عاجزين عن الشكر. ماما عفوا يا عوض. عاجزين عن الشكر. الله يجزاك الف خير. وياكم ان شاء الله موفقين. الله فيك ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. آية كثيرة وضحت كانت ما واضحة وما كنا الله يكرمك يا أخي وإن شاء الله يا أخي ربنا يجعل لك الفوز والفرح. قايته نحن ما عندنا حياة ندفع غير الدعوات. بس جدني بالله. والله ما عندنا شيء غير الدعوات. غير الغيب. الدعوات غير الغيب بس غايته. أنا حمل سكرين شوت على شنو؟ الصورة الجماعية عاملكم كلكم كذا قدامي. حامل صوره جماعيه حاخدها عندي في دايما انا دورات التدريبيه لازم اخد صوره جماعيه للناس معايا لازم يعني انا شغال دورات دي من سنه كم بقول لكم لكن عندي صوره جماعيه للناس من زمان يعني دورات تدريبيه دي فاخذت صوره جماعيه انا خلاص خطيتها يعني بعد اذنكم يعني اكيد في صوره طارق لو عندك حاجه انا خلاص خلصتها امتثال لو موجود امتثال دكتور انور ذاته شايفه معانا ايوه موجود اتصال طارق اشكركم كثير جدا على الدعم الفني تعبناكم معانا يعني والشكر موصول ايضا كذلك للرئيس يعني صاحب القلب الكبير
دكتور انور قلتنا الله يديكم العافيه، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. شرفتنا شرفتنا ان شاء الله. قال لي كان فيها صوره جماعيه فاتتنا ولا شنو؟ نعملها هسه طوالي. نحب الصوره الجماعيه دي هنا. مهمة شديد الله يحفظك. غيروا الفيديوهات يا حلوين، ورونا الصلع والحياة. والله يا 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 دكتور. نعم. ألو؟ ألو يا دكتور. يا هلا ومرحبتين. الله يكرمكم يا أخي، كتر خيرك يا حبيبنا يا جميل دكتور أنور. الله يديك الصحة والعافية يا رب. ربنا يكرمك في الدارين ويفتح لك من أوصار أبواب يا رب العالمين. إن شاء الله رب جمعني إن شاء الله. الفيديو مع الحجر مشكلة. يديك يعني بفهمة الصور، بس ما عندنا لك الدعوات زي ما قالوا الشباب. ليك لدكتور الياس ولأخونا طارق وبنتنا وزميلتنا فتنا ابتسام، ربنا يجزيكم خير الجزاء ويضعها في ميزان حسناتكم إن شاء الله جميعا. اللهم آمين. المرة الفاتت يا إخواننا في الدورة الفاتت من الحضور بتاعون الدورة نفسه كان في خالد النميري اللي هو أستاذ في كلية النفط كلية الهندسة جامعة الخرطوم، فقام طوالي قال يا أخوانا أنا مستعد أعمل لكم دورة بتاعة تحليل اقتصادي لأسواق النفط هو في كلية النفط، فعمل دورة 3 أيام والله يعني من الدورة ذاتها طلعت. فأس يعني إحنا برضو متأملين إنه الناس الحضور بتاع الدورة دي كلكم أساتذة وكلكم يعني خبراء، الناس برضو يقوم يطلعوا عشان العمل بتاعنا يكون متواصل، يعني ان احنا بناخد وبندي المجتمع وبناء القدرات وزياده التنافسيه للبحث السوداني، دي واحده من الاهداف الرئيسيه بتاعتنا في الباحثين السودانيين. لا كلام طيب يا دكتور، ان شاء الله كده ربنا يوفقنا انه نقدر نقدم ولو البسيط يعني. ادفعوا رسوم للدوره ولا الدورات دي يعني فيري فاليبل، احنا عارفين كويس وعارفين انه في 500 الف معهد دراسي لنا في الباحثين السودانيين عايزين نعلن عن دوره، وبيكون يعني المدربين بتوعهم ولا حتى قريبين لمقترات دكتور اياس ولا دكتور ياسين بهناك ولا الناس الثانيه اللي بيقدموا عندنا، لكن احنا الكلام ده يعني احنا شغالين لو الكلام ده قلته. ايوه معلش بتم مقاطع عليك يا دكتور انور، الكلام ده قلته لأن الليل كنت متابع في دورة على هلو معلش كنت متابع في دورة عالمية على منصة اسمها أوريد، وكان فيها نفس البرنامج، فيها برنامج التحليل الإحصائي، كان الجزء الأول منه 3 ساعات عبارة عن نظري وثلاث ساعات عبارة عن عمل على برنامج الـ SQSS، فما في مقارنة صراحة يعني. فأنا لا براي بسبب الكلام ده جيت طرحتها في بداية اللايف أو في بداية المحتوى، أنه ليه إحنا مثلا عندنا شخصية سودانية في مقام دكتور الياس ما يكون موجود في المنصة العالمية ويقدم للناس إذا كان يقدم أقل مستوى بكثير من اللي شفناه في البرنامج بتاعنا. نحن عندنا عقول نيرة، عندنا ناس متمكنين جدا، لكن للأسف الشديد ما حاصلين نفسنا في بوطة ضيقة جدا وما نطلع للعالم، ما عندنا يعني طريقة بتاع التسويق لنفسنا بطريقة ممتازة. يعني مثلا بصريح العبارة الناس الدول الثانية كلها بتعمل على تسويق نفسها بطريقة بتقدم نفسها للآخر بطريقة جميلة جدا. يعني مثلا انت مثل العراقيين بيتعاملوا في شكل كتلة كلهم كده مع بعض، بيتعاونوا مع بعض عشان كده مرقامهم ظاهرين أكتر، بما أنه إمكانياتهم مع احترام الشديد لمقدراتهم وإمكانياتهم ما في مقارنة بينهم وبين السودانيين. يعني مثلا أنا أضرب لك مثال برنامج البرنامج بتاع الإحسن اللي بينهم فيه ناس أو مقدمين لهم كناس جهارزة في الرجال، لكن ما في مقارنة صراحة بينهم وبين دكتور الياس وبين العمل اللي قدموا لنا، يعني جزاه الله عنا كل خير. فنتمنى انه يبقى عندنا صوت مسموع، يبقى عندنا يعني نقدر انه نقدم للاخرين بصوره اكثر او بطريقه اكثر وضوحا من الصوره المتبعه، وما بتفيد الا بالتنوير وب يعني المشاركه للراي والراي الاخر، وكل يدفع في مجاله ان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله.
يكرمك يديكم الصحة والعافية. طبعا يا اخواننا نحن بعد ربع ساعة بالضبط عندنا سيمينار تاني حيبدأ. فالواحد طبعا اصر انه يعني يشكر دكتور اياس بصورة شخصية على جهوده القيمة في اثراء مجتمع الباحثين السودانيين. نشكر الاخ الحبيب طارق مالك والاخت الحبيبة امتثال على ادارتهم، لانه هم برضو بالمناسبة كانوا حضور للدورة الأولى ومساهمتهم إنه أداروا الدورة الثانية. بالتالي نحن شنو كده بنعظم من المجموعة الشغالة المتطوعة، وكل مرة يعني نطلع مبادرات جديدة ونمشي لقدام. في دورة هتكون وسيطة إن شاء الله مع دكتور إياس، هنتفاهم فيها إن شاء الله في الأيام الجاية دي إنها تقدمتين، وأنا برضو حاطرح دورة الليلة إن شاء الله مساء حاطرحها، اللي هي عن الخطابة الجماهيرية، how to give your great speeches وكذا. والكلام ده نحن نديها الدورة دي لسبب واحد، لأنه عارفين كمية بتاعت باحثين وأساتذة وناس يعني خطيرين جدا في الريسيرش، they feel shy وما بيقدموا البحث بتاعهم. يعني تلقى الواحد ما طلع قبل كده في زوم، ما طلع في فيسبوك لايف، ما قدم حاجة. فبنقول بندي الدورة دي على أساس إنه بيهمنا كباحثين سودانيين الناس يكون عندها الأدوات التقدم بها نفسها. القصة بتاعت إننا ما بنقدم نفسنا بصورة كويسة ونحن في المجتمعات الثانية ما ظاهرين، لأنه الواحد لو قلت له اديني السي في بتاعتك ما تلقى فيها ولا نشاط واحد كان أونلاين، فأنت ما عندك ريفرنس أونلاين، الناس يعرفوك كيف ويطلعوك زر كويس كيف. يا ريت لو كان يعرف بالقلوب الناس، يعني لو كان بنعايد لك كده بنقرأ قلبك فيه وشنو كده، لكن الواضح إنه محتاجين لمهارات بتاعت يعني ثقة بالنفس وتقديم الذات بصورة كويسة على أساس إنه كمجتمع نقدم نفسنا وكبلد. يعني يا اخوان والله الله يجزيكم كل خير، كل الحضور هنا ده نفسي اتعرف عليكم فردا فردا، وكان نفسي زي ما حضرت من الدوره اللي فاتت انه اكون قاعد ومشاغلات والمناقشات. طارق حسبت الناس اللي بيطلعوا بيجوا ولا لا؟ لا والله في شكل الناس والله ما شاء الله ملتزمين يا اخي. الدوره اللي فاتت كان عندنا اخواننا واخواتنا كده بيطلعوا الفي بي ان الظاهر بتاعهم بيفصل، بيقوم بيطلعوا بالرزوم، لما يجوا راجعين ثاني المفروض ادخله. كنت عامل كاونتر بقوم بكتب تحت 4 بعد شوية 5، الناس ما عارفين انا بكتب في شنو. انا بحسب ان الزول ده دخل دي المره الخامسه، دي المره السادسه، يعني قفشات كانت جميله جدا جدا. الله يجزيكم خير دكتور اياس، طارق، امتثال، وان شاء الله ربنا ينفعكم بما علمتم، يعني ينفعنا بكم. الله يكرمكم يا رب. فخلاص يعني احنا ان شاء الله حنطرح الدوره الجايه اللي هي المتوسطه حيكون فيها الناس. انا والله قلت لهم انا عرفت انه يعني الهيديكا كان اول مجموعه. والله ما توفيقنا الا بالله، في النهايه يعني ده كله عمل لوجه الله، وربنا مسخرنا ودينا الادوات والطاقه والرغبه في اننا نخدم مجتمعنا، فدي امانه نحن مفتكرها عندك. يعني ما يزور ربنا بيدير المهاره والمقدره وكذا اساس انه يقدم يعني. صح حقيقه والله يا دكتور انور، العباد يعني تقدر تصرف الناس يعني. يا دكتور الشرح يعني لكل حاجة، إذا كان العلم إذا قاعد إنك تشرح معرفتك يعني الآخر. ما في كلام. بعدين دكتور ياسر بالمناسبة يعني زور كده براويته، ربنا يقدرنا على جزاءه يعني. الله يجزيكم كل خير جميعا. الله يجزيكم كل خير. أنا مبادرة دكتور أنور برضو والله. كسر الحاجز. الله يجزيك خير. الله يكرمكم يا الله يديكم العافية. والله شكر لكم جدا دكتور أنور دكتور ياس. عاجزين عن الشكر والامتنان حقيقة والله. يعني الدورة كانت مفيدة جدا، أضافت لنا حقيقة يعني على مستوى البحث أو على حتى مستوى العمل يعني، فحقيقة شكرا لكم جدا، جهود مقدرة إن شاء الله يا رب. الله يكرمك ويوفقكم دعوات. يلا أخواننا احنا في دورة هتبدأ تاني بعد في محاضرة، فأنتم مدعوا الله ذاتكم، لكن لحد ما نشوفكم إن شاء الله في جروب الواتساب نتفاكر، نقول لكم الله يديكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يكرمكم والله يجزيكم خير، رعاية الله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سوي السلام عليكم دكتور ياس ودكتور أنور وأستاذ إبتسام وكل الحضور. يا هلا. بارك الله فيك. عايز أعمل ستوب ريكوردينج وأعمل إند لللايف. مش أنا حاطلع، أنت تقدر تعمل كلامي. أوكي. طيب واللايف بنهي من وين يا جماعة؟ أيوة ستوب لايف.